الشيخ محمد عبد الرازق رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أهلا بك يا فندم. أهلا يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. إلى ما يا فندم هتستمر هذه التجاوزات، سلسلة من التجاوزات لا تنتهي؟ الوزارة بعدما قررت تحديد اعتلاء المنابر للمجازين من وزارة الأوقاف وتحديد الخطبة على الأزهريين والمجازين من وزارة الأوقاف، عادت وزارة الأوقاف وفتحت الباب من جديد ووضعت بعض الاشتراطات للسلفيين لاعتلاء المنابر، ولكنهم لازالوا على منهجهم بعدم الالتزام. هو حضرتك احنا بس النهاردة اصدرنا قرار النهاردة الصبح مع الوزير والقطاع الديني، بنؤكد فيه برضو عزم وزارة الاوقاف على الثبات على المبدأ وعلى تفعيل القانون 51 الصادر من رئيس الجمهورية باعتلاء المساجد للأزهريين فقط، أما خلاف ذلك أو من ينتمون إلى أي تيار سياسي أو حزب أو أحد الفصائل السياسية نحن يعني نقف بالمرصاد، وما زال موقفنا واضح وصريح. من ينطبق عليه الشروط التي وضعتها وزارة الأوقاف وهي أن يكون أزهريا خالصا سيتم مقابلته عن طريق اللجنة الثلاثية التي تعقد بكل المدريات لمن يتقدمون، وتقدم السيد الدكتور ياسر برهامي وعدد آخر يطلبون تصاريح، ومنحنا في بداية الأمر تصاريح لعدد ستة. طب لماذا يا فندم تم منح هذه التصاريح إذا كان هناك قانون 51 الذي أصدره رئيس الجمهورية بوجوب أن يكون أزهريا من يعتلي المنبر، وأيضا عايز أقول لحضرتك أنه من ضمن خطة والبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية ومن ضمن خطته المبدئية التي أعلن عنها صراحة وتجديد الخطاب الديني، وذلك يعتمد بدرجة كبيرة على قرارات وزارة الأوقاف التي صفق لها الجميع، الجميع احتفى بقرارات وزارة الأوقاف ومواقف وزير الأوقاف. الموقف هو لم يتغير وأكدنا عليه اليوم، وهؤلاء الستة ينطبق عليهم الشروط. ما هي هذه الشروط يا فندم؟ مؤهلات عليا أزهرية. ما هي هذه الشروط؟ مؤهلات عليا أزهرية، نعم. مؤهلات عليا أزهرية اللي هي يعني الدكتوراه، الماجستير والدكتوراه. لا لا لا، ليسانس الماجستير والدكتوراه يتقدم إلى وزارة الأوقاف، لكن من يحملون مؤهلات أزهرية كأصول الدين واللغة العربية وغيرها هؤلاء يتقدمون للمدريات ويتم مقابلتهم عن طريق اللجنة الثلاثية التي تتكون من مدير المدرية ومدير الوعظ ومدير المنطقة الأزهرية في كل محافظة، ثم ترفع الأسماء إلى الوزارة لاستخراج التصاريح. أما الذين يحملون ماجستير أو دكتوراه فهؤلاء يتقدمون إلى وزارة الأوقاف ورئيس هذه اللجنة التي تستقبل هؤلاء الذين يحملون مؤهلات عليا كالماجستير والدكتوراه، هو وزير الأوقاف شخصيا ومعه عدد من هيئة كبار العلماء يستقبلون هؤلاء الذين يحملون مؤهلات أزهرية في وزارة الأوقاف في الديوان العام وليس في المديريات. طيب دكتور محمد عبد الرازق، عفوا، وزير الأوقاف موجود النهاردة، مواقفه الحازمة وأنتم بصفة حضرتك رئيس القطاع الديني وغيركم من الملتزمين بهذه القرارات والذين يحرصون على تجديد الخطاب الديني، أنتم موجودون الآن ولكن المناصب متغيرة، ولكن هذه القرارات ربما تفتح الأبواب فيما بعد لكل من يملك فكر متشدد وليس أزهريا بالدراسة ولكنه ببساطة ممكن يروح يعمل ماجستير ودكتوراه من هنا لسنتين قادمتين يحصل على هذه المؤهلات التي تتيح له اعتلاء المنابر من جديد، ويبقى كأنك يا أبو زيد ما غزيت، صح ولا إيه؟ لا 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 لا، نحن نضع نقاط رئيسية، ده قوانين دولة. إذا بقي الوزير أو بقيت أنا أو غيري أو رحلنا عن وزارة الأوقاف فهذه قوانين، ونحن في دولة قانون، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتغير هذه القوانين، إنها ثوابت وضعتها الدولة، لأننا في دولة قانون ولسنا في دولة عشوائية
القوانين ثابتة، الأشخاص هم زائلون. أيوة يا فندم، ولكن السيد ده ياسر برهامي أو الدكتور ياسر برهامي هو طبيب في الأساس وليس طالبا أزهريا، فتح الباب سيتيح الدخول لأشخاص كثيرون من هذه الأبواب، ولكن اسمح لي عايز أسأل حضرتك سؤال أخير، هل ترى أن الضبطية القضائية كافية ولا سوف يكون هناك احتياج لتدخل رجال الشرطة؟ الضبطية القضائية هي لتفعيل المخالفة التي يرتكبها أي إنسان بغض النظر عن أنه سلفي أو تبع الإخوان أو غيره، إن الضبطية القضائية لتفعيل القانون وتحويله إلى جنحة مش محضر إداري عمل في الشرطة وفقط. هذا مهمة الضابط القضائي الذي سيمنح هذه الميزة من وزارة العدل، من حقه أن يقوم بتحويل هذا المحضر الذي حرر في مركز الشرطة أو قسم الشرطة التابع له المخالفة، من حقه أن يصاعد هذا الأمر إلى النيابة العامة لتحويله إلى المحكمة وإلى جنحة، وهذا ما حدث اليوم بالتأكيد مع السيد الدكتور ياسر برهامي، حيث تم عمل محضر لأنه اعتلى المنبر وألقى محاضرة في مسجد القدس في الأسكندرية، وتم عمل محضر له وفعل هذا المحضر اليوم عن طريق الشؤون القانونية وأصبحت جنحة، وتم مخاطبة النيابة اليوم بهذه الوقائع وهذه المخالفات. بشكرك جدا طبعا بالتأكيد، بنشكرك جدا شيخ محمد عبد الرازق رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.